Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبت وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في منهج الترم الثاني. وشكل ما تابعنا في الترم الأول كنا دايما بنشرح درس الجرامر وبنطبق عليه من كتاب جيم وكتاب المعاصر. وطبعا لأن في ناس قالت لي إن هم شغالين من بيت ما بيت، فقررنا في الترم ده إن شاء الله إن احنا نطبق على الجرامر ده في الثلاث كتب، سواء كتاب جيم أو كتاب المعاصر أو كتاب بيت ما بيت. ركز في الشرح كويس إن شاء الله، ودايما حاول تحل التمارين قبل ما تتفرج على الحل بتاعها، وبعد كده تتأكد يا ترى الحل بتاعك ده صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه. النهاردة في الترم الثاني في الوحدة السابعة بيكلم لي في الجرامر بتاعها عن الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط. ولو انتوا فاكرين احنا شرحنا الباست سيمبل قبل كده في الترم الاولاني، فان شاء الله تعالوا مع بعض كده يلا نراجع ونشوف الكلام كان عن الماضي البسيط ازاي في الترم الاول، وبعدها ان شاء الله هنحل التمارين بس اللي موجودة في الترم الثاني. يلا نبدأ درسنا، بس قبل ما نبدأ صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يلا بينا. تعالى يلا نبدأ الدرس بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن زمن الماضي البسيط The past simple tense. وأنا قلت عشان أعرف أي زمن أو أقول إن أنا مالك أي زمن لازم أعرف فيه حاجات معينة. إيه الحاجات دي؟ أول حاجة لازم أعرف تكوين الزمن، تاني حاجة لازم أعرف إمتى استخدمه، تالت حاجة إزاي أنفيه، رابع حاجة إزاي أعمل فيه سؤال، وكمان إزاي أحول الباسيف فويس لصيغة المبني للمجهول. طيب تعالى نشوف كده أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة، وهو how to form the past tense، إزاي أكون الماضي البسيط أو الفعل في الماضي البسيط بيتكون من إيه. قال لي الفعل في الماضي البسيط هلاقيه مقسم لنوعين اتنين، أول حاجة regular verbs يعني أفعال منتظمة، والregular verbs يعني أفعال غير منتظمة أو أفعال شاذة. طب هعرف إزاي؟ قال لي زمن الماضي البسيط الفعل المنتظم فيه بيكون بإضافة D أو ED أو بقلب الواي لاي ED يعني بإضافة D. يبقى إذن بإضافة D أو ED، إذا الفعل ضفت له D أو ED فبقول على الفعل ده فعل منتظم. For example على سبيل المثال كلمة live، ليف معناها يعيش، هلاقي الماضي بتاعها ليفد، هزود لها دي. طب هزود لها دي ليه بس؟ قال لي عشان هي بتنتهي بإيه. يبقى أي فعل منتظم بينتهي بإيه بزود له دي بس. عندنا مثال تاني شكل كلمة دانس، الماضي بتاعها دانست يعني يرقص ورقصة. أما لو كان الفعل ما بينتهيش بإيه، الفعل المنتظم طبعا ما بينتهيش بإيه، فأنا بزود له إي دي. لايك بلاي بلايد، جن بلاي بلايد يعني يلعب ولعب. طيب study studied الله. طب هنا واي زودت اي دي، طب هنا واي وقلبت الواي لاي دي، هل ده في حاجه؟ قال لي ايوه طبعا، ده بيعتمد على الحرف اللي قبل الواي. اذا كان الواي قبلها حرف متحرك اي 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 او يو ما بقلبهاش وبخليها شكل ما هي، شكل play played، شكل stay stayed، شكل pray prayed. اما لو كان الواي قبله حرف ساكن فانا لازم اقلب الواي لاي اي دي. Like study studied، هنا شلت الواي وقلبتها الاي وزودت الاي دي. يبقى عشان اقلب الواي لاي دي لازم يكون الواي دي قبلها حرف ساكن. Like study studied and carry carried and cry cried. طيب قال لي كمان لازم اخلي بالي ان الفعل ذو المقطع الواحد اذا انتهى بحرف ساكن والحرف الساكن ده قبله متحرك لازم اضاعف الحرف الساكن قبل ما اضيف الاي دي. Like stop stopped stop stopped. لاحظ هنا زودت البي وبعدين حطيت الاي دي، بس سواء زودت دي او اي دي او قلبت الواي لاي اي دي او ضعفت وحطيت الاي دي، كل ده بقول عليه regular verbs يعني افعال منتظمه. طيب امال ايه حكايه الريجولر فيربس؟ قال لي الريجولر فيربس اللي هي الافعال الغير منتظمه هي الافعال اللي ولا بزود لها دي ولا اي دي. لايك جو، ذا باست اوف جوز وينت، جو الماضي بتاعها وينت، هنا غيرت الكلمه تماما يعني جو راحت كلمه ثانيه خالص. باي بولت، هنا غيرت في شكل الكلمه. رايد رود، برضو غيرت في شكل الكلمه. طب تعالى ريد، هلاقي الماضي بتاعها ريد، طبعا هنا السبيلنج واحد ولكن النطق مختلف. read and read، cut and cut، put and put. يبقى اذا الفعل الشاذ هو الفعل اللي انا ولا بحط له دي ولا اي دي
في نهايته يعني بيتغير شكله أو بيخليه شكل ما هو. طيب for example تعالى بقى على سبيل المثال نقول لي هالة watched a film، يعني هالة شاهدت فيلم. لما أقول لك الجملة دي في زمن إيه لازم تقول لي الجملة دي في زمن الماضي البسيط. ليه؟ هتقول لي watch الفعل اللي أنا حافظه أصلا يشاهد، هلاقيه مزود له ED، فبالتالي الفعل ده في الماضي. طيب لما اجي اقول لك هو الريجولر ولا الريجولر، يعني فعل منتظم ولا غير منتظم، هتقولي لا ده فعل منتظم. ليه؟ لان زود له اي دي. طيب تعال نشوف المثال الثاني. رامي سوام ان ذا سي، رامي سوام ان ذا سي يعني رامي عام في البحر. لما اجي اقول لك الجمله دي في زمن ايه هتقولي في زمن الماضي، فعلها ايه؟ سوام. هتقول انا حافظ الفعل الاصلي بتاعه اللي هو سوام، لقيته غير حرف فيه سوام فبقى ماضي. طيب الماضي ده عادي ولا شاذ، يعني الريجولر ولا الريجولر؟ هتقولي لا الريجولر، يعني فعل غير منتظم لانه مغير في شكله وما زودلوش دي ولا اي دي. يبقى تاني يا جماعه تركيب الفعل في زمن الماضي، هلاقي في فعل منتظم بزود له دي او اي دي، وفعل غير منتظم بيتغير شكله او بيخليه شكل ما هو. ده بالنسبه للتركيب. تعال بقى ندخل على الاستخدام. How to use the past simple when I use the past simple، امتى هستخدم زمن الماضي البسيط؟ قال لي انا بستخدم زمن الماضي البسيط في حاجتين اتنين. اول حاجة when I express past actions، يعني لما اجي اتكلم عن احداث في زمن الماضي، يعني احداث بدأت started and ended وانتهت in the past في الماضي. طب يا مستر ايه اللي هيعرفني في الكلام ان هي بدأت وانتهت في زمن الماضي؟ قال لي هلاقي keywords شكل دي، yesterday يعني امس، last يعني الماضي شكل last week الأسبوع الماضي، last month شهر الماضي، last year السنة الماضية، etc. طيب أو إن أنا هلاقي كلمة شكل ago، ago معناها منذ، ودي بيجي قبلها مدة زمنية شكل كده لما أقول لي today is ago يعني منذ يومين، لأن في ناس بتتلخبط فتفكر إن هي منذ يومين شكل العربي كده، هبدأ بمنذ وبعدين أقول يومين، لأ المدة الزمنية بتيجي قبل كلمة ago، فعشان كده أقول two days ago. أول أي كلمة شكل in the past يعني في الماضي، أو إنه مديني سنة في زمن الماضي، يعني يقول لي in 2018 or in 1999 or 1975، أي إن مع سنة في الماضي قال لي يبقى الكلام ده past simple ماضي بسيط. او ان انا الاقي كلمه شكل كلمه one day اللي معناها ذات يوم، او الاقي كلمه شكل كلمه once اللي معناها ذات مره، or once upon a time or in the old days يعني في الايام السابقه. يبقى انا لو شفت اي كلمه من دول هعرف ان الكلام بتاعي في زمن الماضي، وهعرف ان الحدث بدا وانتهى في زمن الماضي، فبالتالي لازم اجيب ماضي بسيط. طب تعال نشوف بقى الجمل دي. Number one he spent or spends or spending or spent a week and Alex last summer. طبعا لما يجي لي اختياري بالمنظر ده واقول اختار، اول حاجة ببص عليها الكيورد فور ذا تنس، هي علامة الزمن. احنا شكل ما قلنا يا جماعة ان الازمنة شكل التوائم بالظبط، لو انا بشوف توأم لأول مرة مش هعرفهم، اما لو سألت بابا او مامته مين ده اكيد هيعرفه. ليه؟ لانه معلمه بعلامة. فهي دي الفكرة ان الازمنة شكل التوائم، لو انا حافظ علامات كل زمن وطريقة استخدام كل زمن هقدر افرق ما بينهم، اما لو انا مش حافظ علامات الازمنة دي مش هقدر افرق بينهم ابدا. فعشان كده جملة شكل دي he spending or spent a week in Alex last summer، لما يجي يقول لي اختار اول حاجة ببحث عنها هي الكيورد for the tense. قال لي هلاقي كلمة last summer، last summer دي يعني الصيف اللي فات، والصيف اللي فات دي من علامات الماضي. طيب اقوم ادور بين الاقواس على الفعل اللي في زمن الماضي فهلاقيه طبعا spent. يبقى هنا الجملة في زمن الماضي، عشان كده اخترت فعل في زمن الماضي spent. تعال نشوف الجملة التانية. They watch or are watching or watched a film yesterday. هنا برضو هلاقي كلمة yesterday، اقول له يبقى كده الجملة في زمن الماضي، وطالما في زمن الماضي هروح للفعل اللي في الماضي اللي هو watched. الفعل ده regular verb يعني فعل منتظم. ليه؟ لانه اضاف له في الاخر ed. So they watched a film yesterday يعني هم شاهدوا فيلم بالامس. طيب تعال نشوف ازاي بيجيلي في الاخطاء. بيقول لي they visit Alex last year. They visit Alex last year. اقول له فين last year؟ و last year معناها العام الماضي.
يعني الكلام كده في زمن الماضي البسيط. وطالما في زمن الماضي البسيط بروح على الفعل هلاقيه visit، وده فعل منتظم، فبالتالي لازم يكون visited، يعني هزود له ed. So they visited Alex last year. They visited Alex last year. تعالى بقى على جملة مهمة جدا، لما بيقول لي he be at work 2 hours ago، هقول له دي ago، ago من علامات الماضي البسيط. جميل، هروح هلاقي مديني be. طيب verb to be في الماضي البسيط هو was or were. تاني verb to be في الماضي البسيط هو was or were، يبقى لازم اكون حافظ ان verb to be في الماضي was or were، لان في ناس هتقول be مثلا او انها تجيب اي فعل تاني. هقول لك لا، طالما قال لي be يعني عايز verb to be في الماضي هي تاخد was. So he was at work 2 hours ago. He was at work يعني هو كان في العمل 2 hours ago. يبقى أول حاجة بيعبر عنها الماضي البسيط past actions، يعني أحداث بدأت وانتهت في زمن الماضي. طيب تاني حاجة بيعبر لي عنها الماضي البسيط هو ال past habits، يعني العادات اللي كانت موجودة في زمن الماضي ودلوقتي ما بتحصلش. وقال لي إن العادات دي بعبر عنها بطريقتين اتنين. اول حاجة ان انا هستخدم ظرف من ظروف التكرار، وهنا لازم اخلي بالي من حاجة. يعني لو بصينا للجملة دي، احمد play played plays football every day. طبعا لو وقف بالمنظر ده وقال لي ان احمد ايه كرة القدم كل يوم، هقول له لا، الجملة دي مضارع بسيط طالما ما ربطها ليش باي حاجة في زمن الماضي. يعني لو اداني اي ظرف من ظروف التكرار او بيقول لي عادة وخلاص كده، هقول له every day مضارع بسيط، يبقى هروح لplay or plays. طب عشان اخد play او plays فانا هروح لاحمد، احمد ده مفرد، فهقول احمد plays، احمد plays. ليه؟ لان احمد ده مفرد. طيب هقول لك بقى على حاجة بسيطة جدا، احمد انت قلت plays football every day، والناس كلها بتربط دايما ظروف التكرار بزمن المضارع البسيط. هقول لك جميل، بس على شرط ما يجيش معاه حاجة في زمن الماضي او علامة من علامات الماضي. ازاي يعني؟ لو جاب لي نفس الجملة دي وشال الفلسطوب دي وقال لي when he was in Alex. When he was in Alex يعني لما كان في اسكندرية. اذا العادة دي كانت موجودة او مرتبطة بزمن الماضي. ليه؟ قال لي when he was in Alex، عندما كان في اسكندرية. قال لك كده يبقى الشكل اتغير تماما. قال لي يبقى العادة دي مش دلوقتي، العادة دي في زمن الماضي، وبالتالي هختار هنا played. again هختار played، احمد played football every day. يبقى حتى لو موجود ظرف من ظروف التكرار بس هو رابطه لي بالماضي، قال لي خلاص يبقى ده بيعبر عن هدف الماضي، وهاخد played عادي خالص. احمد played football every day when he was in Alex، يعني لما كان في اسكندرية. تاني حاجة بعبر بيها عن العادة في زمن الماضي هي كلمة used to. used to معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي. used to بيجي وراها مصدر. تاني used to بيجي وراها مصدر. used to معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان. وده ليه درس خاص ان شاء الله هنشرحه لوحده، هو الدرس اللي جاي ان شاء الله، used to استخداماتها وازاي بن فيها وازاي بعمل بيها سؤال. ولكن اللي يهمني في الوقت ده في زمن الماضي ان انا اعرف ان used to بتعبر عن عادة في زمن الماضي، وان used to بيجي وراها مصدر الفعل. for example على سبيل المثال، سامي used to play tennis when he was young. سامي used to play tennis when he was young، يعني سامي اعتاد انه يلعب تنس لما كان صغير. لاحظ ادي used to، وادي اللي جاء وراها play، وplay هنا مصدر الفعل. يعني ما ينفعش اقول سامي used to playing، غلط. ما ينفعش اقول سامي used to plays، غلط. طيب بتعبر لي عن ايه الجملة دي؟ لما يقول لي سامي used to play tennis when he was young، معناها ان he doesn't play tennis now. يبقى دلوقتي ما بيلعبش تنس. ليه؟ لان used to بتعبر عن عادة في الماضي لم تعد تحدث الان، او ان انا اقول he no longer
no longer بمعنى لم يعد. So he no longer plays tennis. He no longer plays tennis. يبقى إذن أنا بستخدم used to للتعبير عن عادة كانت موجودة في الماضي ولم تعد تحدث الآن. تعال بقى نشوف how to change a sentence in the past in a negative. إزاي أحول جملة في زمن الماضي البسيط للنفي؟ من المعروف إن أنا لما أجي أنفي الجملة في زمن الماضي البسيط بنفيها بكلمة didn't. تاني بنفيها بكلمة didn't. وكل اللي بيحصل إن أنا بعد didn't بجيب مصدر الفعل. تاني بعد didn't بجيب مصدر الفعل. يعني لما يجي يقول لي he watched a film يعني هو شاهد فيلم، واجي اقول لك حول لي الجمله دي للنفي، كل اللي انت بتعمله بجيب he وبعدين الفعل ده عادي بنفيه بكلمه didn't وبعد كده بجيب المصدر منه اللي هو watch. يعني المصدر منه يعني بشيل منه الاي دي طالما فعل منتظم واقول he didn't watch a film يعني هو ما شاهدش الفيلم. تاني he didn't watch a film يعني هو ما شاهدش الفيلم. مثال تاني على فعل غير منتظم لما يجي يقول لي سامي flew his kite in the park يعني طير الطيارة بتاعته في الحديقة. لو انا عايز انفي الجملة دي فانا هبدأ بسامي السبجكت بتاعي عادي جدا. طب flew ده فعل غير منتظم عادي جدا هنفيه بكلمة didn't، بس ايه اللي هيحصل؟ قال لي هرجع ده لمصدره، فاذا المصدر بتاع flew هو fly، فاذا هقول سامي didn't fly his kite يعني سامي ما طيرش الطيارة بتاعته in the park يعني في الحديقة. يبقى اذا لما اجي انفي الجملة في زمن الماضي اللي بنفيها بكلمة didn't، بس لاحظ ان لما اجيب didn't لازم يجي وراها مصدر الفعل. تاني لما اجيب didn't لازم يجي وراها مصدر الفعل. طب قال لي بقى في فعل خلي بالك ما ينفعش انفيه didn't في الماضي. قال لي ايه الفعل ده؟ قال لي was and were يعني verb to be. يعني لو انا قلت لك احمد was happy yesterday يعني احمد كان سعيد امبارح، وقلت لك انفي الجملة دي، هنا بقى ما ينفعش اقول احمد didn't be يعني ما ينفعش اجيب didn't وارجع was لمصدرها. امال قال لي النفي بتاع was and were wasn't and weren't، فعشان كده هقول احمد wasn't happy yesterday يعني احمد ما كانش سعيد امس. تاني احمد ما كانش سعيد امس. يبقى لاحظ كل الافعال بنفيها بكلمه didn't في الماضي الا was and were بتتنفي wasn't and weren't. عشان كده في الاختيارات لازم اركز جدا لانه بيلعب لي على الحته دي. بيجي يقول لي رنا ويديني في الاختيارات didn't ولا wasn't said yesterday. طبعا هنا الناس اول ما بتشوف yesterday على طول بتجري على didn't لان يقولك الجملة في زمن الماضي، فعلى طول النفي في زمن الماضي بكلمة didn't. هقولك لا يا باشا، طالما في yesterday هقولك عادي جدا ممكن اختار wasn't or didn't. طب ايه اللي هيحكم لي؟ قال لي اللي ورا الاقواس. عشان اختار didn't لازم يكون فيه مصدر. تاني مستحيل اختار verb to do في السؤال او في النفي من غير ما يكون فيه مصدر. طيب يا ترى في هنا مصدر؟ هتقولي لا طبعا، هو فين المصدر ده؟ انا عندي كلمة sad. يعني ايه sad؟ حزين. طب sad ايه؟ قال لي it's an adjective يعني صفة، ما ينفعش ابدا احط قبلها didn't. يبقى هنا هختار wasn't. تاني هختار wasn't. يبقى رنا wasn't sad yesterday. طيب لو انا بقى حطيت كلمة feel اقولك اه هنا اصبح في مصدر، وطالما في مصدر وعندي الجملة في زمن الماضي يبقى لازم النفي بتاعي يكون بdidn't. يبقى اذا didn't او wasn't اللي هيحكم لي انا هاخد اني واحدة فيهم هو اللي وراها. لو انا لقيت مصدر فانا لازم اخد didn't في النفي في الماضي. ما لقيتش مصدر ولقيت بقى اي حاجة تانية شكل صفة شكل مكان ظرف مكان كل ده يبقى بجيب wasn't or
weren't. يبقى أي فعل في زمن الماضي من فيه didn't إلا was, were, was, wasn't, and were, weren't. تعال بقى نشوف how to make a question in the past. إزاي بعمل سؤال في زمن الماضي البسيط؟ قال لي تكوين السؤال في الماضي البسيط شكل ما قلنا إن في نوعين من السؤال اللي هو yes and no question، يعني السؤال اللي إجابته yes or no أو WH question. قال لي إذا كان السؤال هيبدأ بفعل مساعد فطبعا الفعل المساعد بتاعي هيكون did. قال له بعدين قال لي هيجي وراها subject اللي هو الفاعل، وبعدين هيجي الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر والكومبلمنت التكمله بتاعت السؤال. طالما السؤال بادئ ب did يبقى الاجابه بتاعته هتكون ب yes or no. يعني لما اجي اقول لك did هاني، لما اديك في الاختيارات play or played tennis yesterday. طبعا برضو الناس بتتغرف كلمة yesterday، يقول لك yesterday يبقى هاخد played، هقول لك لا يا باشا خلي بالك ان في مين did، ومع verb to do لازم الفعل يكون في المصدر. طالما في did لازم الفعل معاها يكون في المصدر، يبقى المفروض اقول did honey play، تاني did honey play، فهقول did honey play tennis yesterday. هنا انا ممكن اجاوب yes or no على حسب اللي عمله هاني. والله لو جاوبت yes هطلع ابدل اهوت، يبقى yes he did. طب قدر هو ما لعبش، عادي جدا هقول no he didn't، تاني no he didn't. يبقى تاني did لما تيجي في اول السؤال في زمن الماضي بيكون معناها هل، وبجاوب عليها yes او no. تركيبتها ازاي؟ did وبعدين الفاعل وبعدين الانفينيتيف. طيب تعالى ناخد جمله ونعمل عليها احنا سؤال. لما اجي اقول لك yes Rana washed her dress، يعني نعم رنا غسلت فستانها. طيب الاجابه هنا ب yes، وطالما الاجابه ب yes يبقى سؤالي هيبدا ب helping verb الفعل المساعد. قال لي وطالما الفعل في زمن الماضي يبقى على طول الفعل المساعد بتاعي did، وبعدين اجيب الفاعل بتاعي اللي هو رنا. طب ما اقولش شيء، قال لك لا طالما رنا في الاجابه طلعها رنا في السؤال، يبقى اذا هقول did رنا. هنا لازم ارجع الفعل الاصلي، وطالما جبت ال did لازم اجيب المصدر، يبقى did Rana wash، يبقى did Rana wash her dress، يعني هل رنا غسلت فستانها. يبقى لما ابدا السؤال ب did بجيب الفاعل وبعدين اجيب مصدر الفعل واكمل بقيه السؤال. تعالى بقى نشوف النوع الثاني من الاسئله وهو ال WH question، السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. هلاقيه مشابه ليه لان هيبدا بال WH word اداه الاستفهام، وبعد كده هيجيب لي did، وبعد كده هيجيب لي subject اللي هو فاعل الجملة بتاعتي، وبعد كده هيجيب لي الانفينيتيف المصدر. ليه المصدر؟ اقول له عشان فيه did. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي when did you do your homework، يعني امتى انت عملت الواجب بتاعك. طبعا عشان اجاوب يبقى هبدا بالفاعل بتاعي اللي هو I، وطبعا هنا لازم اجيب الفعل في زمن الماضي. طالما سؤالي في الماضي يبقى اجابتي لازم تكون في الماضي، يبقى اذا هقول I did my homework، يعني انا عملت الواجب بتاعي مثلا at 4 الساعة 4. تاني I did my homework at 4، يعني عملت الواجب بتاعي الساعة 4. تعال بقى نشوف ازاي هنعمل سؤال اذا كانت الاجابة في زمن الماضي البسيط. طب لما يجي يقول لي هاني visited رامي at home yesterday، يعني هاني زار رامي في البيت امبارح. طيب انا هنا عايز اعمل سؤال، اختار اي حتة في الجملة واعمل عليها سؤال. طيب انا ممكن اسأل هنا عن yesterday، وهنا بسأل انا بوين، ممكن اسأل عن ات هوم دي معناها في البيت، يبقى اسأل انا بوير، ممكن اسأل عن رامي وده اسم عاقل اسأل عنه بهو، ممكن اسأل عن الفعل نفسه بكلمة وات واسيب مكان دو، ممكن اسأل عن هاني برضو بهو. تعال نشوف ازاي هنسأل عن yesterday. قال لي yesterday دي هسأل عنها بكلمة وين، وين معناها متى، قلنا بعد اداة الاستفهام طالما الفعل في الماضي يبقى انا هجيب did،
وبعدين الفعل بتاعي على طول اللي هو هاني. طيب لازم ارجع الفعل ده لمصدره visit، يبقى when did هاني visit رامي at home. طب اجيب يسر دي حاوله لا، لان دي هي الاجابة. تعال نشوف at home، انا عايز اسأل عن البيت، البيت where لانه مكان، فانا هسأل بwhere عادي جدا اهو where. طيب طالما في الماضي يبقى هجيب did، جميل. طيب وبعدين اللي هجيب الفعل اللي هو هاني، يبقى where did هاني، وكمل عادي جدا ها visit ها رامي yesterday، هو زاره فين امبارح. تاني where did هاني visit رامي yesterday. طيب هنا ممكن اسأل عن رامي اللي عادي جدا حسأل عنه بهو، فاذا هقول هو. طب وبعدين اللي هجيب did عادي جدا هون، وبعدين الفعل بتاعي هاني visit at home yesterday. وهنا طبعا يا جماعة هشيل رامي لان رامي اصبح الاجابة. طب تعال نشوف بقى ازاي هسأل عن visited. visited ده قال لي هو الفعل، قال لي لما اجي اسأل عن الفعل دايما بسأل بكلمة what واصيب مكان الفعل do، فانا هسأل بكلمة what، what اللي معناها ما او ماذا. طيب فعل في الماضي يبقى انا هجيب did، يبقى what did. طبعا هجيب الفعل بتاعي اللي هو هاني، يبقى what did هاني. طيب طالما بسأل عن الفعل يبقى هجيب مكانه do، so what did هاني do yesterday. what did هاني do yesterday يعني ايه what did هاني do yesterday، ماذا فعل هاني امس. طب تعال بقى نشوف ازاي هسأل عن هاني حولك. اه هنا بقى لما بسأل عن الفاعل بيبقى الوضع مختلف شوية. ليه؟ لاني لما بسأل عن فاعل كل اللي انا بعمله بشيل الفاعل واحط اداة الاستفهام. هاني هنا عاقل فانا هسأل عنه به، فاذا هقول هو. طب وبعدين يا مستر قال لي اقول did، قال لك لا، كل اللي انا بعمله بشيل هاني واحط هو واكمل، يعني اقول هو visited رامي at home yesterday. يعني مين اللي زار رامي في البيت امبارح، مين اللي زار رامي في البيت امبارح. وبكده يبقى انا عرفت ازاي بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام في زمن الماضي البسيط. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell. لو عجبتك الحلقة يلا انزل لنا على طول اعمل لنا اشتراك في القناة، وكمان شير لكل زمايلك. وشكل ما قلنا طبعا انت لازم تحل التمارين الاول وتحلها كويس، وبعدين بعد كده في الحلقة الجاية ان شاء الله تتأكد معانا هل التمارين اللي انت حليتها دي صح ولا غلط، ولو غلط غلط ليه، ولو صح صح ليه، وتعرف الصح وتعلم عليه. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله مع حل تمارين الجرامر من كتب المعاصر والجيم وبيت باي بيت. بس ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جود باي، سلام عليكم.